عزيز يما مالك يا ولدي؟ فاتح لنا حلقات أطفال هذا الساعة وانت داري إنه غدوة معك مدرسة، قم رقد. يما الله يحفظك، مش أنا اللي فاتح حلقة الأطفال، هي حلا. حلا حلا ما معيش هذا الساعة عندنا، قد الوقت متأخر قوي، مش هتقلق عليش. ما كم قد الساعة ذا الحين؟ قد هي 9:30. يعني عاد باقي 5 دقايق ويجي الوحش ياكل كل اللي بيتاخروا على البيت. مالك مش وانا بيبصر صلايا؟ مالك يا عم عز افتجت؟ اما هو ده تقصدني انا؟ انا ها انا ما افتجعش، هو بس مدري فين طرحت الآلة الحاسبة حقي. يلا انكر انكر انك بتفتجع من خاله هدى، يلا انكر. هو ما بيفتجع، شو غير احترام؟ احترام ايوه بيحترمها قوي. انا عشان انتظر ابصر كيف شكل الوحش هذا. هو يجي متعدد الاشكال، يجي بشكل شكلته. يو يا خضيره علشان تاكليها صح؟ امانه هجعون انتم والمجبر ذي، لا تخوفوا البنت ولا رمزي. أبي قمش لها يا ابني، قم روح بالها عند أمها، هي شرق وأنا شاقوم رقد. يلا يا حلا يلا وقت نوم، باي، تصبحوا على خير. أنت من أهل الخير. يا جماعة جت لي أيديا حلوة بدلاً من الحلقة الثالثة الزوج. إيش؟ قصدي أن كل واحد يحكي حكاية مفجعة. من صادق حنان، احنا اللي كنا نمزح اول بس عشان نروح بحلا. ايوه ولعب رجعت الكهرباء التجاريه طفوها. قلت انا فين اقول لكم؟ قلت احنا على الطاقه الشمسيه، قلتوا ماشي. الطاقه الشمسيه تشيلها بطاريات، وان احنا بنغير كل سنه. الجو جدا مناسب، من منكم عا يحكي؟ قولوا انكم ما تشوش تحكوا من اول، ليش عاد خرجتم؟ ثلاثين 120 يا 400 800 1200. ما جالكم نوم يا جدة لما جالسين بتعدوا النجوم؟ أنا ما بينعد النجوم يا حنا، أنا بينعد القمر الذي في رأس ابني عزيز، ما أقدرش أرقد أبدا غير لما فليه. وانتي ما بتفعلي؟ بتعدي النجوم في الحسابة حق التلفون؟ ماشي، جالسة أقرأ كتاب بصيغة البي دي اف. ما هو؟ البي دي اف صيغة تم تطويرها عام 1993 بهدف نشر وتبادل المعلومات. ما شاء الله عليك يا حنان، بين الكتب حتى في تلفونش، وما بتقري؟ لا تقوليش إنه رعب. أيوة، رواية عن الخوف من المجهول. إذا الناس بيخافوا من الحاجات المعروفة، لا عاد تقفزي لا عند المجهولة. وانتو إيش اللي يخوفكم يا جدة؟ أبي نتذكرش. أيوة ذكرت، زيد. إيش رأيكم يا جدة أحكي لكم أكثر شيء يخوفني؟ مادام ساكتين أكيد موافقين. أكثر شيء يخوفني يا جدة ويتكرر في كوابيسي هو ال حنا. أقدر تفهمي حاجة؟ أقطع يدي لو هي فاهمة شيء. شفهم الآن وش أفهمكم، لكن دولي الشانس الشانس كريري الشانسات. وما لاش طالنا نبي. ما
ما قدرت افهم شيء. وانا من ما ما بنقول منصب والله ما تفهمي شيء ولا عتقدري تفعلي شيء. ما لها حنان اليوم رمزي. حنين ما قدرت اقرا ولا قدرت افهم شيء. ايوه الرعب يا جده. صدق كابوس، من قال لي اذكر اليوم موضوع الخوف؟ بين اسمع صوت خارج. جده جده يا الله عدي هذه الليله على خير. جده اوف البيت ما شاء الله ما شاء الله هذا اي مرحب هذا اوف الله ما شاء الله ما شاء الله عنب وكراسي وشاشة ما شاء الله أولا يشتري ندبت 4000 لو معي 4000 ما جيت أسرق سافر سر أي حاجة في هذا البيت تزداع نزوعها الله هاي الناس عايشين منو يا ساتر الله الله شفت شي في طريقك عجبك شلي ازي؟ ايش تعني لك الشموع؟ تعني لي إن الكهرباء طافية. لا غلط، لها معنى ثاني. تعني لي إنهن بعدنا حتى والكهرباء تجارية. يعني ما تعني لكش حاجة ثانية حالية؟ الحب، الرومانسية. أيوه. لا تعني لي، بس ليش ملصية هولا كلهن؟ واحد تكفي. ليش يا ربنا هكذا حظي في الدنيا هذه؟ خيرة الله كم قد ديونك؟ خيرات شكلي ما عاد أخرج الشارع من تحت رأس هؤلاء أصحاب الديون. يا سعم لو ما خرجت الشارع هم ما عقدروش يجولك. ها؟ تقولي يفعلوها؟ إلا يفعلوها طبعا يفعلوها، هذا أكثر شيء يخوفك صح؟ قوي أخاف دائما أخاف لو أهلا وسهلا تفضلوا. يا وين هو الخبي؟ الخبيق داخل. أكيد البسطويس خايف. البسطويس خايف قوي. خلي بس غير يخرج حرم لا تروح على الضرب. وباش عضربه؟ معكم سمار؟ لا باش. كيف عضربه؟ بنية هيا ريعوا. وانت تزع نفسك بذيه لكن نفسي الضرب ترزع الراس
خلش لو ما يبطل يتدين. حرام لا انا مفطوري لك فطر. عزي عزي ها فين سرحت؟ فوزي فتح لهم الباب، فتح لهم الباب يدخلوا يضربوني. منهم هذو؟ ما بتفعلي يا زوجي العزيز؟ اتخبى. بتتخبى؟ ايوه بنتخبى منهم، ما بسمعي صوتهم في الصاله. انت بتتخبى وانا ما فعل؟ اسرف على ما شاء. ها؟ مو غير كانت ردت فعل بس. ما قلتي ليش؟ ماذا تعني ليش الشموع؟ ها؟ ما عودتي لها انا. قلت سامان ابو ولا اقدر تجري حاجه، اي شجر. انا صدق والله ما اقدر اسرق وبطني فاضي. ضروري يا حاج اني سكت على المعده، انا ما ادري اقدر اسرق. افتح الثلاجه. هي دي المفاجأة. جبنو وعصيد. البيت هذا كله جبنو وعصيد. الحاصل ابغى يتشرر. تعرف بيتشرر. ما الا لقينا خبز 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 خبز. صح صح. وحبة البيت هذا بكله وحاصل وحاصل. هذه لي هذه وحلم حياتي. هذا حنين مالها؟ ألو رمزي سمعت الصوت؟ كيف؟ إيش من صوت؟ صوت صوت من جهة الصالة يا رمزي. ها؟ عاد إيش اللي سمعتي؟ تقول إيش هذا الصوت يا رمزي؟ ظهرنا البيت مسكون. أكيد حيكون البيت مسكون، كيف يعني يجلس البيت فاضي بدون ما حد يسكن فيه؟ أنا أقصد مسكون فيه جن. ها؟ رمزي يا رمزي يا منعه يا منعه، رقد هذا الساعة، رقد رقد من الهدايم. أكيد 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 عيقع يكون صوت فوزي. فوزي ما يقوم يفعل هذا الساعة يبترع. هيا وبهي لا تدقوا باب غرفتيش وتفتحي لهم. ألا غلقت؟ روز روز ما قصدي يا فتاتي المستقبلية، سأرسمك رسمة على ورقي. يا
سلام. كما أرسم العصافير ساعة الفجر حين تزق زق وتقول زق 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 زق، فمتى تقبلي من هنية يا سلام وتشرقي كالشمس بعد يوم ممطر، إن قلبي كمارد وسط جمجمي، فجمجمي وامسح التراب عنه حتى يتحرر من حبسه. أشتي حبيبي كبير الضراجم وإن ماشي شاجر الحجار واجي أراجم. ما هو هذا ما بين أكتب أما أنا قد حق زواجة ولا لا التذأ. اليوم قالت بنتي حنان نحكي حكاية مفجعة، وأنا أكثر شيء بيفجعني قوي ويطير النوم من عيني هو ما اتغدوا من الضحكة؟ نشلت مصاريف يا عزيز. بحجر الله يا مليحة، بحجر الله لا تجغريني اليوم، اليوم أنا سالي وذاك فوزي عيشتري. ما حيرك إلا على فوزي، حين انتين أنا بنحبه. بيقول ليش لا تجغري، سيري بسري فوزي. اسمعي كلام أمي، سيري بسري. أمه؟ ها؟ بتسمعي كلام مليحة؟ ما قصدك إن ناصن جاء بين اسمعها بسرها. أيوة قولوا إنكم بتبشروا الصورة الصورة. أي صورة يذكرها؟ عزيز. مليحة 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا لو كانوا العيال بتسمعوني يقولوا أبي امتسخ. غير يا الله يا ذي عبرت البضاء من؟ يوم يا ذي الأصوات تقول يا حسيس بتكون مليحة؟ وسمعتني وأنا بكتب مذكراتي؟ يهوى الفعلة. لكن الباب مغلق بالمفتاح، والله مفتاح لو يقع ما وقع. ما هذا؟ عنده العيال. عزي رمزي فوزي عنده العيال وانا ما علي ما تدخلش وقع ما وقع. بس
فوزي فوزي قول لك قوم ماهو ماهو قوم يلا رجع مدري سمعتو خربشه برا وكانه في حد يشتي يفتح باب غرفتنا انه ما يفتح باب غرفتنا هذا الساعه مدري تقول سارق انا شكل شيء شكلك كنتي بتحلمي تقدي 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 فوزي اخرج اخرج شوف طمن لي قلبيني في دالك طيب ولو طلع سارق مسكه ولو مسلح امسكه انا وحدي ليش ما يمسكه عزي عزي واخونا الكبير فوزي اخرج انت تصرف انا ما بقيت شراع العزي لا حول ولا قوه الا بالله البيت هذا خلى السرق محوشين عليه وما بش ما يكلف تهمه بلا لقمه بعدين البيت هذا وما هوش حقي وحدي هو حقنا كلنا يعني السارق لو جاي يسرق ما يسرقنيش وحدي يسرقنا كلنا من صدق قفلت الباب نعملنا الحين لما قفلته ما بيعرفش يكسره ها لا تخليهاش محلقه ارقدي بس خليهاش محلقه ماشي سيرتي له انتي سيري تمام انا بروح له بس ممكن تسلفني شنبك ما بيفتعش ما بيفتعش ولا عددتي ارقدي لو ما يطيبش الله شنب شوف كيف افعل اني ايش من رجال بارد معي يا رب فما افعل ليش عدتي ليش رجال من الكرتون دافي ارقدي 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 انتي غدوة معيش عيادة وانا معي تصبو كيف ارقد واني خايفة هكذا فوزي ارقدي ارقدي صدقيني ارقدي ارقدي معي قايشي ارقدي انتي وانا عاد احرس الغرفة وباقي البيت انا رب غرفتي وللبيت رب يحمي وهنا اول كل مطفي وهذا الطور منين ما هذا الأدمية لا جميع نوعات الطوارئ على هنا يا نظر يا جهال سارق يا عزي يا فوزي يا رمزي سارق يا عزي يا فوزي يا عزي يا رمزي اشوفوا لا غيروا علي ايش بي يما بالسارق بحجر الله لا ما بزي ثاني لا اضرب قسم ولا يهمك الا نبزك لا اقرب قسم عضاء ما فعلتي بي يا جد المقلب يغور هكذا قهرنا دولة درس في الاخلاق اسك درس في الدفاع عن النفس يا عوقف قد فعلت بي وين انتم ما جوز بزوني من اول انما بتسمعونيش من اول وانا بين قوار ها جالس بيلوي البيت سير الجي السير ديتله يما البيت ظلمي ما بنستضيش حاجه ان يا حاج من بكابر كان عايز روقك لو كنت سرقك الظلط والله العظيم لا بتهنيت بها ولا رجع يا خفعي كان اشرب ذهب مرتك وذهب مرت اخوك الحمد لله ان جدتي مسكو الحمد لله ان الكهرباء ولعت الحمد لله والله طفوا تحذير لنا يا حي تحذير امانه لسوا لكم وانا ليش ما لسوا لي ابعد شرابي بعض الوجوه أقنع كم جهدها لباس بعض الوجوه أقنع كم جهدها لباس والبعض من يقنع يهدى من الوسواس والبعض من يقنع يهدى من الوسواس مش في المكان السعى أين القلوب يا ناس مش في المكان السعى أين القلوب يا ناس لا ما دار لا ما دار لا
نجمعي وانا معك كنا عسل في كاس في كاس كل حاصل نجمعه يصبر ثمر وغرى اي شكره او اخدعه والله فوق الناس من طمعه ما عاد فيه احساس لا باس مهما حصل قل للزمن لا باس لا باس مهما حصل قل للزمن لا باس فهمن حكاهم حكم وفعالهم مقياس فهمن حكاهم حكم وفعالهم مقياس الخير باقي فلا تمح الأمل بالياس الخير باقي فلا تمح الأمل بالياس مالك هلا بشو عيش يوه